النهارده طبعا كلنا خلينا نبقى عارفين ان في ازمه سكر. في ازمه سكر. الازمه دي السكر موجود لكن سعره، قبل ما ادخل الهواء سالت الناس زمايلي قالوا لي في ناس قالت لي ب 50 جنيه، في ناس قالت لي ب 40 جنيه، في ناس قالت لي ب 45، في ناس قالت لي ب 41، وفي واحد قال لي ب 27، في واحد بس قال لي ب 27، ما اعرفش جابها من مين. واحد تاني قال لي ده المنافذ اللي بتبيع تبع يعني اجهزه الدوله برضه جابها ب 40، وقال له يا عم ده انت كذا، قال له احنا بنشتريها بكده. الخلاصه ان في ازمه سعر متفاوت بشكل كبير جدا ومحدش يقدر ينكرها. لكن النهارده في تصريح من الدكتور كريم جمعه معاون وزير التموين لشؤون التجاره الداخليه، قال ما يشهده السوق فيما يخص السكر وارتفاع اسعاره لا يمكن وصفه بالازمه ولم نصل اليها، بل ان جمله الاسباب تعود الى تحريك اسعار السكر نتيجه ارتفاع سعر الصرف. وقال انه ما عنديش مشكله في الكميات، وقال كمان ان السعر 27 جنيه، وقال كمان انه المخزون السكر هيكفي لغايه شهر ابريل السنه الجايه، وكمان في استعدادات للموسم الجديد لقصب السكر والبنجر والدنيا هتبقى زي الفل. ده كانت تصريحات مين؟ الدكتور كريم جمعه. برضه انا قريت الكلام والله وفاهمه، يعني انا ازعم ان انا فهمت الكلام. بيقول انه لا يمكن انه يوصف بالازمه. يا دكتور كريم يعني امال هو ازمه؟ يعني هنسميه ايه؟ الناس كلها بتشتكي. الناس كلها بتشتكي. يعني وزير التموين مره في الرز برضه قال انه الرز موجود ومتوافر وهنضرب بايد من حديد والرز متوافر ومفيش ازمه، لكن السعر كان غالي. السعر كان غالي. ف يعني وانا قلت لزميلتي فريده هاتي الدكتور كريم يعمل معانا مداخله يفهمنا عشان انا مش فاهم. فقال لها ماشي ودلوقتي بنتصل بيه ما بيردش. عموما مش عايز الدكتور كريم، ما تجيبوش الدكتور كريم. انا بأعلن بشكل واضح اهو انه كل مسؤولي وزاره التموين لا يتواصلوا معانا. لا يتواصلوا معانا. امبارح اتكلمنا على الوزير ما بيدخلش مداخلات معانا، وبنتكلم على حمايه المستهلك مش شايفه شغلها. وقلنا هذا الكلام. والله لو 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 كلامنا لو كلامنا بيزعل خلاص ما فيش مشكله. انا بقول يا جماعه باختصار شديد احنا محتاجين نفهم الناس، نقول للناس، محتاجين نوضح للناس. احنا ما فيش خصومه بيننا وبين حد، احنا عايزين الحكومه تنجح وعايزين كل حاجه تبقى موجوده، لكن لما يكون في ازمه نتكلم مع الناس ونحترم الناس. بيقولوا سعر السكر غالي، حد يطلع يقول يا جماعه اه في نتيجه جشع التجار. اعمل ايه يعني؟ اسكت لما اقول جشع التجار؟ طب وفين حمايه المستهلك؟ طب وفين الاجهزه المعنيه اللي تمنع جشع التجار؟ ما هو انا يا جماعه ده انا الحكومه القويه، والحكومه في مصر القويه. الحكومه في مصر تقدر تضرب بايد من حديد، ليكون في اداره ويكون في قوه ويكون في حد مالي مكانه ومالي مركزه يقدر يضبط الاسواق. طيب انا الدكتور كريم جمعه معايا. دكتور كريم مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك ومستعد. دكتور كريم يعني ازمه السكر اسبابها وكيف يمكن الخروج منها؟ الاسباب بشكل مبسط يا فندم عشان الناس بس برضه تبقى فاهمه ومستوعبه ايه اللي ادى للوضع الحالي اللي احنا فيه. احنا حضرتك الاستهلاك عندنا بيفرق عن الانتاج فجوه حوالي 800,000 طن سنويا. احنا عندنا ما يكفي استهلاكنا 90%، ولكن ال 10% ديت تقريبا رقمها 800,000 طن سكر لازم يتم تدبيرهم من الخارج. اللي حصل هذا العام زي ما بيحصل كل سنه الدوله بتعكف على تدمير المخزون الاستراتيجي اللي لا يقل عن 6 شهور، ودوت بيكون اولا بهدف توفير سكر التموين للمواطنين على البطاقات التموينيه ودي الفئات المستهدفه. ثاني حاجه ان انا يبقى عندي سكر في حالات لا قدر الله الازمات والكوارث، واحنا يعني يمكن الفتره الاخيره ما اكثر الازمات والكوارث والاوبئه وما الى ذلك. فاحنا اشترينا زي ما بنشتري كل سنه، ولكن مع عدم توافر العمله الاجنبيه لاستيراد السلعه من الخارج بالاضافه الى ارتفاع اسعارها في الاساس في البورصه العالميه، ده اللي ادى الى ارتفاع الاسعار وبعض ان الكميات قلت الكميات اللي معروضه منها. وبالتالي اصبحت الوزاره هي المسؤول كالعاده، او ده الطبيعي ان الحكومه هي اللي تكون مسؤوله عن توفير السلعه للمواطنين. بدانا نضخ كميات في من خلال منصه البورصه في العالم للقطاع التجاري والقطاع الصناعي وقطاع التعبئه باسعار ال 24,000 جنيه، بحيث ان السكر ينزل
سعره ل 27,000 جنيه. ويمكن هو دوت اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت خلال مبادره دوله رئيس مجلس الوزراء، ولكن برضه في النهايه هو السوق زي ما بنقول عرض وطلب، اصبح ان المعروض ما هو لا يكفي المطلوب، بالاضافه الى مع وجود او استشعار المواطنين ان ممكن السكر ما نلاقيهوش او ان انا هنزل ما اعرفش اشتري كيس، بدا يحصل تكالب على السلع، فبدا الاستهلاك يزيد بشكل مبالغ فيه ومضاعف، واصبحت هناك بعض زي ما نقول كده حضرتك ايه المرتزقه اللي هم بداوا يستغلوا مثل هذه الفرص، حتى من الافراد العاديين اللي هم يجمع السكر عشان يعيد تدويره وينزله تاني في اماكن اخرى باسعار مرتفعه. ولكن احنا في هذا يعني في هذا السياق طبعا حضرتك يعني عندنا جميع الجهاز الرقابيه بتتحرك يعني على مدار الساعه، على مدار الساعه يعني يا دكتور كريم. يعني انا دكتور كريم بعد اذنك انا سبتك حضرتك تتكلم، لكن في التصريح انه عندنا مخزون السكر يكفي لغايه شهر ابريل اللي جاي. مظبوط سيادة. طيب هو عندك مخزون يعني ازاي المعروض قل والمخزون موجود؟ انا المخزون حضرتك مخزون الاستراتيجي اللي هو بيكون على مستوى الدوله، انا في كلمه قلت لحضرتك في البدايه وارجع اعيدها تاني، انا عندي مخزون استراتيجي ده المفترض يبقى مخزون مش ببيعه وبشتريه، ده مخزون موجود لوقت لا قدر الله حصل فيه اغلاق زي ما حصل وقت الكورونا مثلا، والبطاقات التموينيه دي لازم يبقى موجود عليها. يعني يا دكتور كريم معلش يا دكتور كريم، يعني انا الوقت اللي احنا فيه انا اسف يعني وبتكلم على المكشوف، يعني انا وقت انتخابات يعني وحد بيعمل ازمه يعني، طب ما انا اطلع شويه من المخزون عشان الاسعار ما تزيدش والناس تتضايق، يعني برضو ما هو المخزون عشان اطفاء الحرائق حضرتك، ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي حضرتك يا فندم، ما وصل السعر ل 40 و50 يعني الناس برضو، ما هو انا عشان اتصلت بيك عشان في ازمه يا فندم، فالمفروض عشان نكون ايوه كويس ان سيادتك ذكرت هذه النقطه، السعر وصل الى ولكن هل في سكر او ما فيش سكر موجود، انما اللي حصل هو تحليل. يبقى يا فندم تمام، انا معلش يا دكتور معلش يا دكتور كريم انا اسف، السكر موجود انا موافقك، انا قلت في البدايه السكر موجود وسعره غالي، طالما السكر موجود يبقى اللي اوجده ده كتر خيره، اللي بيراقب بقى فين اللي حمايه المستهلك، فين الحاجات دي؟ والله انا بتكلم مش قصدي اضايق حضرتك، والله بتكلم باخلاص شديد، بقول يا جماعه ما يصحش في الوقت اللي احنا فيه نخلق ازمه جديده مش ناقصين. بس انا عايز اقول لحضرتك احنا يعني احنا عندنا يمكن في غرف العمليات والاتصالات، انا تقريبا ما بنامش يوميا، انا بشكل شخصي التقارير اللي بتعرض على معالي الوزير في كل يعني في اليوم ثلاث او اربع تقارير لازم بياخد بقى تقرير يعرف فين الاسواق، وبنحاول بقدر الامكان في كل المنافذ او الشرايين اللي نقدر ننزل فيها كميات بنقوم بهذا، ولكن ما هو برضه يعني ارجو من الساده المواطنين مساعده الدوله في هذا الامر. تمام. ان السكر موجود ما فيهوش مشكله، السكر موجود وموجود على ارض مصر ما فيش فيه مشكله. تمام يا دكتور، ولكن تكالب المواطنين. انا بشكرك جدا دكتور كريم جمعه معاون وزير التموين لشؤون التجاره الداخليه، كل الشكر والتقدير. تاني بقول يعني هو قال في الاخر السكر موجود، يعني ان سمعتوا كلام مش هشرح الكلام اللي قاله، لكن السكر موجود. طيب موجود السكر والتجار بيتلاعبوا ولا المواطنين بيعمل فين حمايه المستهلك؟ يعني حمايه المستهلك الراجل اقيل امبارح اللي كان موجود قبل كده وما كانش بيشتغل، واحنا قلنا هذا الكلام بقى لنا سنه بنقول يا جماعه. تاني الاعلام والله جزء من الدوله وجزء مهم جدا من الدوله، والكلام اللي بنقوله والله مجرد لوجه الله والوطن، لا نريد جزاء ولا شكورا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. فاصل واستقبل ضيفي.